بعض شروط المدارس الدولية، ولكن عايزين نعرف الشروط بصفة عامة يا أستاذ محمد اللي هي بتصدر عن وزارة التربية والتعليم علشان الطفل يقدر يدخل المدرسة، وبعد كده نروح بقى لكل نوع من أنواع المدارس إيه الشروط اللي بيضيفها. طيب يا فندم، هو بالنسبة للشروط العامة عشان قبول الأطفال بالمدارس، السن الإلزامي 6 سنوات. تمام. أنا يكون مش في يوم ولا 6 سنين إلا يوم؟ طبعا بيبقى الترتيب تنازلي حسب السن الأكبر، يعني قبول للأكبر ثم الأقل وهكذا. تاني حاجة بيبقى مصر الجنسية. تمام. دي برضو بتبقى من الشروط اللي محطوطة. الحالة الصحية برضو، الشهادة الصحية بتبقى مطلوبة منه. ده عموما الاشتراطات العامة يعني. طبعا تختلف ما بين اشتراطات الوزارة وبعض المدارس طبعا الانترناشنال أو الدولية، دي بتبقى طالبة حاجات اشتراطات تانية أصعب من كده بكتير. وبتبقى محددة الكلام ده طبعا زي ما قال أستاذنا على الويب سايت بتاعتها، وبتبقى حتى اشتراطات أصعب كمان في الانترفيو، سواء انترفيو لأولياء الأمور أو انترفيو للطالب نفسه. بس المشكلة هنا في الانترفيو، احنا لازم برضو نفهم هو ايه السبب، يعني هو ليه الطالب بنعمله انترفيو بالظبط. يعني برضو لازم الناس تفهم النقطة دي كويس جدا. فكرة الانترفيو بصرف النظر عن تطبيقها أو التعنت فيها في بعض المدارس، هي الفكره ان انا لازم اشوف الطفل اللي قدامي ده، هل هو طفل سوي، هل هو عنده اي صعوبات، هل هو عنده اي اعاقه ذهنيه، عنده صعوبات في التعلم. لازم اولياء الامور تبقى فاهمه الكلام ده كويس جدا. هو مش ان انا بتهكم على الطفل او ان انا بتشرط او شايف نفسك فين مثلا بعد 5 سنين او الكلام ده. لا، انا الفكره كلها ان انا عايز اكتشف شخصيه الطفل اللي قدامي، وهل هو سوي جسديا ونفسيا، هل هو نشا في اسره ما فيهاش اي مشاكل بيحافظوا عليه جسديا ونفسيا، ما فيش اي مشاكل بالاب والام والكلام ده. يعني ده المفترض يكون بيعمله المقابله او الانترفيو. بالظبط، ده الهدف. وبيبان حتى في طبيعه الاسئله نفسها. في مدارس بتسال اسئله مش منطقيه فعلا، ده موجود، تعرضنا لكده كتير. يعني احنا كنا بنساله في بدايه الحلقه، جروبات الفيسبوك كتير جدا ماميز والكلام ده كله، بيشتكوا جدا من انترفيوهات وانا ابني اترفض عشان خاطر كذا، أسئلة فعلا غريبة. لكن هي الفكرة كلها فعلا قائمة على تكوين شخصية الطفل، والمفروض ان المدرسة كمان بتحافظ انها تطور الطفل ده اخلاقيا ونفسيا وتربويا ثم تعليميا. يعني هي بتقيس الشق النفسي ويعني الشق اللي ليه علاقة بالصحة العقلية طبعا، لكن ممكن تقيس مستوى التعلم عند الطفل في السن ده، ولا ده مش بيكون من ضمن الحاجات اللي المفروض يقيسها المقابلة او الانترفيو؟ تمام حضرتك. في حاجه اسمها فروقات فرديه بين التلاميذ او بين الاطفال عموما، وفي حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في فرق ما بين كل طالب والتاني، قدرات مدى استيعاب وقدرات والكلام. في قضيه مهمه جدا برضو غايب عن اولياء امور كتير جدا ومش واخد حقها في مصر بصراحه، صعوبات التعلم. هي مش يعني الناس بتفهمها ان التعليم صعب، لا هي مش كده. صعوبات التعلم ايه؟ الصعوبات اللي بتواجه الطفل عشان خاطر هو يتعلم اصلا. الصعوبات دي برضو بتنشا مع الطفل، سواء وراثيا، يعني هو اتولد باضطراب في جهازه العصبي بيأثر على نسيانه، عدم تركيزه، تشتت، هايبر، عايز انفراد حركي والكلام ده كله، وما بين مثلا ان هو حاجه نفسيه حصلت له صدمه نفسيه اسريه اثرت برضه على تكوين شخصيته، فهو بالنسبه له التعلم بالنسبه له حاجه صعبه. هو الناس بتفهم ان ده بيبقى مثلا اعاقه عند الطفل، هو مش كده ابدا. يعني هو الطفل ده مش معاق. تمام. ما عندوش اي اعاقه ذهنيه ولا حاجه، بس هو عنده صعوبات في التعلم وليه علاج وليه مشاكل. الكلام ده لازم ننصح اولياء الامور انهم يحاولوا يكتشفوه من بدري، يعني من سن سنه وكم شهر مثلا ابدا الاحظ الطفل بتاعي. هنا برضو يعني معلش انا اسف، عايز اتطرق لجزئيه مهمه جدا. الجزئيه دي هي استخدام وسائل التكنولوجيا بشكل عام في مصر. احنا للاسف اخطانا بان احنا دلوقتي الاسرة بيبقوا قاعدين، الاب والام والاخوات والاطفال، كل واحد ماسك الجهاز بتاعه والتابلت الطفل وهو صغير عايز اللي يلغيه وعايز اللي يلعب معاه وعايز مش عارف ايه. الام طب عايزه تعمل اكل مش فاضيه، طب هتسيب له الموبايل، خد التليفون، خد الاغنيه دي، خد الكليب ده، خد الكرتون ده، خد اي حاجه بتليق المهم يسكت. هو مش عايز كده، هو مش هو زنه ده، هو طلب اهتمام. تمام. الطفل عاوز اهتمام. فكل ده بيأثر على نفسيته من وهو صغير وبيأثر على تربيته بعد كده، فبينشأ عنده صعوبات في التعلم. تمام. دي بنكتشفها بقى في الدراسة، فدي بتأثر طبعا على